ما زلنا في المعاملات والبيوع المنهي عنها، ما زلنا في المعاملات والبيوع المنهي عنها في المذهب في المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو باع عبدا بشرط اعتاقه. ولو باع عبدا، وقفنا هنا امس، ولو باع عبدا بشرط اعتاقه، يعني اي عن المشتري، وباعه وبشرط اعتاقه عن المشتري، لم يكن مما ولم يكن ممن يعتق عليه. فالمشهور صحة البيع والشرط، المشهور صحة البيع والشرط. ومستند من قال بصحة البيع والشرط عن صورته انه اشترى عبد ويعتق على المشتري، عن المشتري. نعم، قصة بريرة متفق عليها، فإن فيها اشتراط العتق والولاء، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا اشتراط الولاء، قال: انما الولاء لمن اعتق. والثاني لا يصحان كما لو شرط بيعه او رهنه. والثالث يصح العقد ويبطل الشرط. يمكن هذا أقوى الأقوال، وإن لم يكن معتمدا في المذهب، الصحيح أنه يصح العقد ويبطل الشرط، لأن الشرط قد خالف الشرط. أما إذا قال بشرط أن تعتقوا عني فهو لاغن. والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق، لما لأنه يثاب على شرطه وله غرض في تحصيل، مفهوم الصورة. والثاني لا، لأنه لا ولاية على حق، لا ولاية له على حق الله تعالى. وهذا كان مبني على أن العتق المشروط حق لله كالملتزم بالنذر، هو الأصح. أم إذا قلنا بالوجه الآخر، أما إذا قلنا بالوجه الآخر فإنه حق للبائع فيطالب به جزما. إذا في مسألة والأصح أن البائع مطالبة المشتري بالإعتاق، والكلام هنا إذا كان الإعتاق هذا حق لله محض، فإذا لا يمكن، إذا كان حقا لله جل في علافة سينزل منزلة النذر، سينزل منزلة النذر ولا ولاية عليه، ولا ولاية عليه. أما إذا قلنا بأنه حق للبائع فإذا له أن يطالب به. قال المصنف: وأنه لو شرط مع العتق الولاء له، أو شرط تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر، لم يصح البيع. أما الولاء فلأن شرطه يتضمن نقل الملك إلى البائع وارتفاع العقد. وأما الباقي فلأن العتق ليس بنارز، والثاني الصحة. أما في الولاء فالحديث بريرة حيث قال: اشترطي لهم الولاء، ولكن لهم هنا بمعنى عليهم، وهذا قول الشافعي: اشترطي لهم الولاء، يعني اشترطي عليهم الولاء، ومشاها على هذا الطريق كقول الله تعالى: ونسأتهم فلها، يعني فعليها. وهذه دلالة أنه أنكر الشرط ووجه الصحة في الباقي، يعني في العقود، فالعقد صح والشرط يبطل، الشرط باطل. قال: ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب، أو ما لا عرض فيه، كشرط أن لا يأكل إلا كذا، صح. أما الأول فلأن اشترط تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه. ولو شرط مقتضى العقد كالقبض، فالقبض من مقتضى العقد، يعني لو نقول بأن زيدا باع دارا لعمر واشترط أن يقبضها، اشترط القبض، قلنا القبض هو واجب، لأن الإنسان قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وأن تمام الملك يكون بالقبض، لكن كل قبض له 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 بحسب حاله. فقبض الدور والمنقولات، الدور والأراضي، ولذلك التخلية، قبض الدور، وأيضا الأرض أو الأراضي يمتلكها بالتخلية يقبض، لأنه مكنه منها، الأصل ذاك تخليتها وتمكينه منها، هذا هو القبض. فإن اشترط ذلك فهذا الشرط صحيح، لأن هذا الشرط، فهذا شرط صحيح، لأن هذا الشرط من مقتضى العقد. قال: ورد بالعيب، ورد بالعيب أيضا من مقتضى العقد، الرد بالعيب من مقتضى العقد. قال: وأما ما لا عرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا، صح ذلك، لأنه يعني في ذكر عدم تنازع الإرث فيه، إذا شرط لا. والثالث في الآسف في الثاني لا، عندما قال: وما لا عرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا، هذا أيضا
يكون من مقتضى العقد. فلذلك صح العقد في الأول على القبض والرد بالعيب، وأما الثاني الذي لا عرض فيه إذا كان مما يمتلك قال بعض العلماء في هذا الباب أنه لو شرط فيما لا عرض فيه شرط هذه الشروط، هذه الشروط لا توجب نزاعا ولا توجب فساد ذات البين بينهما، وأيضا هي لا تخالف مقتضى العقد، لذلك صح الشرط بذلك وصح معه العقد، لأنه لا يورث نزاع تنازعا ولا فساد ذات بين، فلذلك صح العقد به. ولو شرط وصفا يقصد، نعم يعني في التمثيل كالتمثيل الأول، هو مثلا لو باعه شيء، هذا الشيء مثلا باعه أو قل لا عقد عقد إيجار وكالة، أو قل مضاربة، عقد مضاربة، وعقد المضاربة قال له إذا بعت فلا تبيع الجزر والخص في بلاد كذا وكذا، شرط عليه ذلك. وكانت هذه البلاد الخاصة والجزر فيها أصابتهم آفة أو شيء من ذلك، فلم يكن على نفس المستوى يقبل عليه الناس، فشرط هذا أولا لا يورث نزاع بينهم، لأن المصلحة تقتضي، المال يقتضي، المصلحة تقتضي أنه يصف له أولا الأوفر حظا في استجلاب الربح، والثاني التجنب ما يكون به حسم مادة أو تجنب الخسارة. فإذا شرط هذا الشرط فإنه لا يورث نزاعا، وأيضا هو من مقتضى العقد، فصح بذلك، يصح بذلك. أما في القول أنه قال له ألا كشرط ألا يأكل إلا كذا، ليست مسألة على الأكل الظاهر في القول، أكل المال، أكل المال أو على الظاهر فيها، يعني لو شرطه في بيع شيء معين وقال لا تأكل من كذا، يعني لو باعه بيعا وقال لا تأكل منه وهذا امتلكه، هذا يورث نزاع فلا صح، لأن الحق أنه لو امتلك ملكا تاما وعمنعه هو منه فقد وقع هنا خلاف لمقتضى العقد، فلا يتصور في هذا الباب على هذا. مفهوم؟ قال ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا، يعني هو عنده الآن اشترط شروطا، هو يقول أريد أشتري سيارة، السيارة تكون سوداء ويكون فيها محرك كذا، وأيضا فيها ما فيها من ما هذا الذي توقعته، ما توقعت الثاني، لا الثاني الثاني هو فرحان أحسنت فيه الظن. فهو هنا يقول ولو شرط وصفا يقصد، يعني اشترط في السيارة أن تكون سعة البنزين، نعم لا ما هو لا مش احسن ظن، هذا معناه انه ترك الدرس وانشغل بغيره، حتى ولو كان ما يضيع الدرس، كيف يضيع الدرس عشان يحسب الجاي، هذا قطح فيه. ممتاز ممتاز. يبقى اذا لو شرط فيها بعض المواصفات في هذه السياره فهذا صح به العقد، او اشترط في العبد الذي يشتريه ان يكون كاتبا، ان يكون قويا، ان يكون طويلا مثلا، أو الأمة أن تكون جميلة، أو الدابة أن تكون حاملا أو لبونا، صح ذلك، صح ذلك. واشتراطه في الدابة أن تكون حاملا فهذا سيأتي طبعا ويشكل علينا أنه يكون في جهالة هنا الآن، لكن ما يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، لأن كل هذه الشروط شروط تتعلق بمصلحة العقد، وهو العلم بصفات المبيع، العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض، وأيضا له الخيار إن أخلف، والمعنى بأنه لو اشترط في العبد أن يكون طويلا فأتى به قصيرا، أو اشترط السيارة أن تكون سوداء فأتى بها بيضاء، أو اشترط الدار أن تكون طوابق معينة فأتى بها أقل طابقة من الطوابق، أو يعني جعلها
على خلاف ما حدث الشرط أو ما اشترط أو ما اتفق عليه. فهنا لا يفسخ العقد، العقد لا يفسخ بفوات الشرط، لا يفسخ العقد، ولكن يكسب صاحب يكسب المشتري الخيار، يكسب المشتري الخيار، فيكون له الخيار إن أخلف البائع الشرط الذي كان بينهما فله يعني فالعقد يكون صحيحا وله الخيار. وفي قوله طبعا سأسألكم عن هذا، في قوله هنا عما لا يقصد، هو قال المصنف قال وصفا يقصد، ويقصد هنا احتراز عما لا يقصد كالزنا والسرقة وغير ذلك، لأنه أصلا الزنا والسرقة عيب فيه. فإذا قلنا بأنه قد اختل شرط أو لم يتوفر الشرط، تخلف الشرط، فله الخيار. كيف يكون له الخيار ولا يصح ويصح العقد؟ كيف يكون له الخيار ويصح العقد؟ بالمعنى لو وصفنا وقلنا اشترط السيارة أن تكون بيضاء، فأتى لا أتى بها على لون غامق رمادي، فأتى بها على اللون الآخر على غير لون البياض، قلنا له الخيار. لما لم نقل أن البيع ينفسخ؟ وكيف يكون له الخيار ولما يكون له الخيار في هذا الباب؟ وما الدليل على ذلك؟ ما الدلالة على أنه يكون له الخيار في هذا الباب؟ الآن لابد أن ننظر لا كيف يكون طالب العلم يظهرون الآن. نعم لا سؤال كيف؟ السؤال مرة ثانية يعني؟ قلت زيد باع لعمرو سيارة، فقال عمرو أريد في السيارة أن تكون بيضاء وأن تكون بأربعة أبواب، فأتى له بها بيضاء بثلاث أبواب ببابين. جيد، تخلف الشرط ولا ما تخلف؟ إذا تخلف الشرط المصنف هنا يقول البيع صحيح وله الخيار. قلت كيف؟ الشرط قد انتفى، هنا الآن اشترى الشرط فلم يجد ولم يتوفر، فكيف يصح البيع؟ طيب وكيف يقول بأنه ينصح البيع له الخيار؟ وما أساس ذلك وما دليل ذلك؟ هذا سؤالي. أنا كلامي واضح يا أستاذ الصبر؟ لا أعيد مرة ثانية، كلامي واضح؟ سأود الطرف أنا شوية صراحة، لا صح البيع تخلف الشرط، أنا أصل في البيع التراضي إنما تراضي. طب هنا قال المقدر قال لم يصح البيع. قل هذا ليس من باب الغرب، إنه من باب الطلب. بص عشان أنا شوف صراحة جهاد أول من أتى بها، أنا بقول لك، فقلت أنا انتظر بقى لغاية ما أنظر ولكن بالدليل وخير نظراني. هنا بقى الدليل، أنا أشرت إلى الدليل. ها ما رأيته؟ أنا رأيت جهاد، ما رأيت ال لا بس سلفي قال ليس فيه غرر، ولكن اختلف قال ولا ضرر، لكن فيه ضرر، هذا من باب الضرر. تخلف الشرط ضرر، تخلف الشرط ضرر، وتخلف الشرط ضرر، قلنا بيوع الغرر وبيوع الضرر، وأنا أسست ذلك أمس الفرق بينهما. بيوع الغرر يبطل بها العقد لأنها حق مغلف فيها حق الله جل في علاه، وبيوع الضرر لا يبطل فيها العقد ويكون فيها الخيار لأن المغلف فيها حق المرء وله أن يسقطه. قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يرضى، إلا أن يأذن. فيكون الصحيح الراجح بذلك إلا أن يأذن، دل على أن صاحب الحق أسقط حقه. فيكون يبقى هنا المسألة، أنا ما رأيتك محمد الصابر، هو قال سعيد لطفي ولا سعيد أستاذ سعيد مقشوطة، يعني ما مش فاهمين هاي المقشوطة. أخونا سعيد قال لي ذلك، قال لي إن أنت ابتدأت بها وسألنا بعد ذلك جهات، والصحيح على ذلك أدلة على ذلك الكتاب، الكلمة على الكتاب أدلة على ذلك، منها دليل لا يبيع حاضر إلى بخال، فإذا أتى السوق فهو بخير النظرين. أيضا مسألة المصرات، وأيضا وهذه أتى بها جهاد أيضا بالدلال، قال إن شاء أمسكها وإن شاء
وإن شاء ردها وصاعا وصاعا من تمر. فهذه كلها من الأبواب التي تؤيد لك أنه لما كان تخلف الشرط فيه حق المرء حق الآدمي حق المكلف، فحق المكلف يرجع له إن شاء أمسكه وإن شاء أسقطه، إن شاء أمسكه وإن شاء أسقطه في هذا الباب. قال المصنف: وفي قول يبطل العقد في الدابة، أي دابة؟ على ما اشترط أولا كان قال ولو الشرع توصف في العقد، قال الدابة حاملة، تكون الدابة حاملة لأنه شرط معها شيئا مجهولا وهو الحمل، والحمل مجهول. فأشبه ما لو قال بعتكها وحملها وهو باطل. والصحيح على الراجح في هذا الباب بأن الحمل جاء تبعا، وما كان تبعا فهو تبع لا يكون أصلا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يبقى صح طبعا صح، وهذا الراجح الصحيح. لكن لو قال بعتكها وحملها بطل، لما بعتكها وحملها؟ يبقى إذا بعها مع مجهول، معلوم مع مجهول، والمجهول إذا دخل على المعلوم جهله فصار مجهول وصارت جهالة. فإذا كانت الجهالة فهو بيع غرر، فإن كانت الجهالة فهو بيع غرر، ولأنه ما لا يجوز بيعه وحده مقصودا لا يجوز بيعه مع غيره. وهو إيش اللي لا يجوز بيعه وحده؟ والثاني يجوز لأنه داخل في العقد عند الإطلاق فلا يضر التنصيص عليه، كما لو قال بعتك هذا الجدار وأساسه، والفرق ظاهر. كيف الفرق ظاهر؟ والحمل تابع أيضا، الأساس لا ينفصل عنه. ممتاز، ولأن الأساس لا يباع وحده لكن الحمل ممكن يباع وحده، فافترق. فلما افترق في الوصف افترق في الحكم على ما قررنا قبل ذلك. ولا يصح بيع الحمل وحده لما مر في النهي عن بيع الملاقيح والمضامين كما بينا أمس، ولا الحامل دونه لأنه ينفصل وإلا يكون فيه جهال أيضا وفيه موت، أي دون الحمل، لأن الحمل يجوز إفراده بالعقد فيجوز استثناءه كأعضاء الحيوان. ولا الحامل، ولا الحامل بحر، يعني امرأة، احنا انتقلنا من الدابة الآن لمين؟ لامرأة أما. ولا الحامل بحر، لأن الحمل لا يدخل والحالة هذه في البيع، فكأنه استثناه وقد نهى النساء عن الثنايا إلا أن تعلم وجعل مجافيه. قال: وقد ومن باع حاملا مطلقا أي من غير شرط يدل على الدخول أو عدمه دخل الحمل في البيع تبعا، ومحله إذا كان مملوكا لمالك الأم وإلا فيبطل، فإن كانت حرة إذن لا يجوز لابد أن يكون مملوكا لمالك الأم. قال: فصل. ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به، كبيع حاضر اللباد بأن يقدم غريب، يعني بدويا كان قرائيا، هو يكون غريب لا يعرف الأسواق ولا يعرف الأسعار. شوف هنا الشافعية خالفوا الأصل أيضا. ما هو؟ طيب أنا أقول مرة شيخ أنهم عندهم الأحكام التعبدية ليست يأخذون الأحكام على الظاهر والعقود على الظاهر أيضا وينظرون إلى المعاني. صحيح، قلنا النظر المعاني هو لا، إنه قال حاضر لباد وما يقول لك لا ما أجنبي، المهم أن رجل لا يعلم السوق، لأنه إيه العلة في الحاضر والبادي؟ إيه العلة في القرر والبادي؟ أنه لا يعلم الأسواق فلذلك سيغرر به، فهو شوف هو أخذها بقى بالمعنى فعمم في هذا الباب. طبعا هو يعني لا تعتبر مخالفة للأصول لكنه يعتبر فيها إعمال النظر أكثر من الكلام على الوقوف على الظاهر. بمتاع تعم الحاجة، شوف بمتاع تعم الحاجة، وقال هنا شوف أول شيء قيد قياده وصفه بأنه يأتي غريب ومعنى ذلك في الغريب أنه لا يعلم الأسعار لا يعلم الأسواق. ثم قال بمتاع تعم الحاجة، وهنا تعم الحاجة قيد آخر هو الآن، قال تعم الحاجة، يبقى إذن المفهوم في الكلام أنه لو أتى بسلعة لا تعم الحاجة بها لا عليه يصح. طبعا هذه قيودات تقيد الحديث الحق، يعني هذه قيودات تقيد الحديث، فالنظر فيها لابد أن يدقق، لأنه هنا يعني مسألة الحديث وتقويد المتون لا يمكن أن يكون بهذه السهولة،
وليس بكلام الفقهاء ولا العلماء ممكن أن يخصصوا عاما أو يقيدوا مطلقا إلا بقراءة نصية أو بقراءة قوية في هذا الباب التي يمكن أن نقول بأنها يعني تخصص أو تقيد. قال بمتاع تعوم الحاجة إليه، الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي اتركه عندي لا أبيعه على التدريج. وهذا بيع إيش؟ بيع الحاضر للبادي، هذا بيع الحاضر للبادي، وخذ نهي السلام عن ذلك، فهذا منين عنه. وهذا قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الحاضر لباد. وأيضا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا تلقوا الركبان، وأيضا نهى عن تلقي الجلب، وهذا حديث صريح عن السلم. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع، فهنا الحاضر لباد أو تلقي الجلب كله محرم في هذا الباب. هنا اشترط المصنف شروطا، منها أولا أن يكون عالما بالنهي، أن يكون عالما بالنهي، وهو عام في جميع المناهي، وتقييد القادم بالغريب والترك بكونه عنده لا أثر له، والبادي من سكن البادية، ومعناه كل جارب من تركيا وغيره. واحترز بقوله تعم الحاجة الحاجة إليه عما لا يحتاج إليه إلا نادرا فإنه لا يحرم، وبقوله ليبيعه بسعر يومي عما لو قصد بيعه على التدريج. والصحيح الرائع في هذا الباب أن بيع الحاضر للباد يحرم، بيع الحاضر للباد يحرم. وأصل التحريم قبل سلم أنه نهى عن أن يبيع حاضر لباد، نهى عن يبيع حاضر لباد. هذه المسألة العلماء قالوا فيها النظر فيها إلى مصلحة من؟ مصلحة أهل السوق. النظر فيها مصلحة أهل البلد، مصلحة أهل السوق، لأنه لو أتى، تعرف البدوي إذا أتى كأهل الريف عندنا، إذا أتى لا يعلم الأسواق ولا أسعار الأسواق، هو الرجل يعني هذه أرضه يحصد الثمار ويأتي ليبيع هو بنفسه، فيسترزق، فيكفيه بعض الثمن، بعض زيادة في الثمن يكفيه، يعني ما يكون فاحش الغلو، يعني هو لو كان يكفيه 10 ويبيع ب10 يكون سعيدا. لو نزل أسواق وعلم سيعلم أنها تباع ب15 لمسألة، لأن التجار عندما يأتون بها هناك مشار وهناك نفقة، فهو يأتي بها لا تكلفه كثيرا، العشرة تكفيه. فهو لو نزل دون أن يتلقاه أحد فهذا سيعم النفع ليه؟ لأهل البلد، ويكون المسألة فيها ما فيها من الرفق بهم الرخص. فشوف انظر إلى الشرع، ينظر إلى العموم في هذا الباب على المصلحة العامة وعلى الرفق بالمكلفين. فنهى عن أن الرجل يأتي يقول له ائتني بها وأنا أبيع تدريجا، والبيع التدريجي معناه أنه سيبيع بزيادة، وكلما على السعر كلما يخرج السلعة ليبيع فيزداد الأمر مشق على المكلفين. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن تلقي الجلب، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر للباد. في رواية ابن عباس كان فيها زيادة، قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، والمعنى أنه أيضا سيكون سيأخذ أجرة بالوكالة في هذا الباب، لأن نحن طبعا خلفه وقالوا يصح من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل أن ينفع أخاه فليفعل، لكن هو ده نظر بعينه واحدة، ولا الآن الشرع يوسع في هذا بنظر العينين، الرجل هذا ستكون له المصلحة وفائدة، والمصلحة الأعظم تكون لأهل البلد. وإذا قلنا من استعملكم أنفع أخاه، النظر فيه لمن؟ للبائع فقط، للبدوي فقط، ليزداد غلو يزداد ربحا، وإغفال النظر إلى المصلحة العامة على المكلفين، لذلك ورد النهي. أما في القول بأنه لابد أن يكون عالما، طب إن لم يكن عالما، إن لم يكن عالما، الحق أننا نقول إن لم يكن عالما، والمسألة هنا إن لم يكن عالما فالإثم مرفوع، لكن الثمرة ستكون متواجدة، يعني لو باع لم يكن عالما وباع بالتدريج فوت على العامة المصلحة المرجوة من وجود البدوي بينهم وأن يبيع برخص، ولا ما فوت؟ فوت. فإذا ممكن نقول يرفع عنه الإثم، لكن الحكم لا يكون صحيح. أيضا سنجعل الأمر فيه بما فيه الخيار، لكن على طلق الركبان هو اللي بيكون فيه الخيار. الغرض المقصود بأنه المصلحة العامة هي الأهم، نظر في المصلحة العامة هي الأهم في ذلك. فقال المصنف، قال بمتاع تعم الحاجة إليه، يعني أشياء من القوت، هي ما يعم الحاجة لشيء إلا للقوت،
ما يعم الحاجة، يعني هو لا ينزل بالفستق وتقول له أنه يعم الحاجة إيه؟ لا تعم، يعم الحاجة هو مما تعم به الحاجة هو القوت، وهذا الصحيح، لأنه لو نزل بالقوت فالناس جميعا يتهافتون عليه. حقا هذا من باب التعليل المقيد، وله ما له من الوجاهة. لما؟ نحن نقول الشرع نظر إلى العام، صحيح؟ والعام ما يشغلهم إلا القوت، العام ما يشغلهم إلا القوت، أما الأشياء النادرة الأشياء الرقية هذه ليس كل أحد يذهب يشتريها، فلا يضر، فصارت المسألة خاصة وخاصة، فإن زاد لا يهم هذا الباب، لأن المسألة صارت خاصة وخاصة، فلذلك قالوا بأنه مما تعم الحاجة هذا، وإن كان فيه شيء من التقييد، لكن كما قلنا التعليل قوي له، لأن العامة لا يتهافتون على النادر، يتهافتون على الأقوات، يتهافتون على الأقوات. هذا بالنسبة للكلام على الحاضر بالبيت. قال وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة، بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، وهذا النهي جاء متفق عليه أيضا من حيث أبي هريرة رضي الله عنه صرح وقال لا تلقوا الركبان، وأيضا بأن حديث ابن عباس قال نسلم لا تلقوا الركبان، وأيضا نهى نسلم عن تلقي الجلب، وفي حديث ابن مسعود قال نهى عن تلقي البيوع، نهى عن تلقي البيوع. ومسألة التلقي هنا نهى عن التلقي هنا النظر فيها في الشرع النظر لمن؟ لمصلحة البائع، لمصلحة البائع، لمصلحة البائع، لأنه يجهل سعر السوق فهذا سيتلقاه فسيأخذ منه ببخس فيبخس حقه، فنظر إليه هنا الآن، فنظر إليه، فلا يجوز، وهذا على العموم، هذا على العموم، لأن في الحالتين سيكون فيه التغرير، ولذلك ابن المنذر قال يستثنى من ذلك لو تلقاه في أول السوق. ليه بقى؟ ليه؟ لأنه أول السوق معروف، سيعلم من أول السوق، سيعلم السعر، فلذلك لو تلقاه في أول السوق ليس له، لا يدخل في النهي، لا يدخل في مسألة النهي. وبعض العلماء يقولون القصد في ذلك مطلوب، أنه لو خرج لبيع، خرج لصيد، خرج لمهمة فوجد البائع فاشترى منه لا يدخل في النهي، لأن النهي هنا على القاصد. لما؟ لأن القاصد هو الذي قصد أن يغرر، والحق بأنه لو خرج لأمور عامة وهو لا يعلم الأسعار ممكن أن يكسبه زيادة عن السوق، فالعلة تكون انتفت هنا، العلة تكون انتفت. هذه وجهة نظر العلماء في هذه المسألة، وصراحة هي مسائل غنية، هذه مسائل غنية فيها ما فيها من النظر. قال ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن. هنا ولهم لمن؟ لكل ما ذكر، لما ذكر من تلقي الركبان أو تلقي الجلب أو بيع بادل، إيش الحاضر الباد. قال ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن. طبعا ولو قال إذا عرفوا الغبن، هذا النص الصحيح. طبعا النص الصحيح في هذا من قول سلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إن شاء راضية وإن شاء رد، إن شاء راضية وإن شاء رد. قال للنص الصحيح، وهذا النص في حديث أبي هريرة كما بينا، وأيضا القياس ممكن لا نقول بالنص، نقول بالأثر وبالنظر، دع القياس. هو طبعا قياس ثبوتي، إذا أخبر عن ثمن السلعة فعلم فله ذلك، لكن أنا نقول بأن رد بأن الحاضر البادي له الخيار في الحالتين، بأن يكون له الخيار بالنص على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده بالسوق فهو بالخيار، يعني بعد ما عرف السعر. نقول بالأثر وبالنظر، فما النظر الذي يقوي فهم الأثر في مسألة الخيار؟ عندك فضل يا سامي مش هتيجي دلوقتي معانا، لازم ده إذا إن شاء الله ربي شاهد وسع ربي في شاهد. في خطبة الأخ على أخي، ليش؟ خطبة الأخ على أخي، بزرعة الأخ على أخي، ده نص قال إذا أن يقل قياسا ما لها فين؟
هذا النظر أين النظر هنا؟ النظر لأنه زيادة السوق يكون له الخير. لما له الخير؟ النظر النظر يعضد الأثر في قوله فإذا أتى سيده بالسوق مثل خلاف لأنه شيخ النظر أقول النظر لأنه إذا أتى السوق علم السعر فعلم ما لحقه به من شخص السمك تقول له الحق في أن يرد أو لا يرد فإن راضي فإن على أنه راضي بالأمر ها أصلاً هو ده هيقال له سياقة فقهية بطاعة عامة هو شوف جهاد بيفهم لكن هو طبعا غلط استدل غلط لكن بيفهم هو فاهم السؤال كيف قال بيع الفضولي تاسع بيع الفضولي فاهم يريد ياتي بقاعده عامه تفهم منها المطلوب انه صاحب الحق وله اسقاطه هو طبعا اصلا سالف ايضا اتى بكلام جيد قال وينظر للحاضر لنفسه لذلك منح ان يكون له الخيار طب انا اسهل لكم الامر انتوا تشرحوا كل اللي اتقال فقط ها فيها نظره مصلحيه في هذا الباب فيها نظره مصلحيه يعني عن فلوس فساد ما هو طبعا ما لهاش حل غير كده كيف بقى ذلك انه اولا اذا علم بالغلط وعلم ما هو خلاص ما بعد ما انا فتحت لك الباب طيب هم صح ما اتوا الا بما اتيتم به من الشرح فقط هو الاصل انه عندما ينزل الاسواق ويرى انه غر به وفاته الاجر ماذا سيحدث وغر الصدور وفساده البين موجود فلذلك للنظره المصلحيه نقول له ان طابت نفسك بذلك فرض وان لم تطب نفسك فلك الخيار فهو نشوف دي نظره مقاصديه نظرة مقاصدية في هذا الباب فلذلك أقول نظرة مقاصدية توافق مسألة النص والتشريع كله على هذه التقاعدات العامة هذه النظرة المقاصدية هي معظم أو كل في مسائل اللغة مسألة هي هذه هي هذه ولذلك وحسب فيها المادات لا لكن فيها أمور لحق الله محض في هذا الباب نعم. قال والسوم على سوم أخيه قال والسوم على سوم اخي طبعا والسوم على سوم اخي المعنى هو البيع على بيع اخي السوم على سوم اخي المعنى فيه البيع على بيع اخي هذا الاصل في هذا الباب قال والسوم على سوم اخي طبعا انه ورد النهي تصريحي قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاجر الاعرابي وان تشترط المراه طلاق اختها وان يستام الرجل على سوم اخي وان يستام الرجل على سوم اخي ونهى عن النج ونهى عن التصريح وطبعا بقول الرسول لا بيع احدكم على بيع اخيه قال يسم على سوم اخيه في روايه اخرى قال ولا يسم على سوم اخيه والمعنى يعني ان لا يسم على سوم اخيه هنا المساله فيها شيء من النظر ولذلك لا تصح الا بتقرير او بتبيين او باكمال الكلام قال انما يحرم ذلك بعد استخار الثمن لانه السوم ايش فيها السوم قال تراني ما كستك على جملك الحق بأن هنا في قولي ولا سوم على سوم أخيه إذا حدث الإجابة القبول بينهما أو حدث الركون بينهما إذا حدث الركون بعدما قال له بكم قال بألف قال يعجبني وهذه فيها ما فيها من الرخص وأنا أستفيد بها فهنا كأنه في السوم حدث الركون بينهما والركون لازمه التعاقد وأثره الإجاب والقبول والبيع صاحب الإجاب والقبول فيبقى هنا المعنى ولا يسم على سوم اخيه في قوله صلى الله عليه وسلم المقصود به بعد الركون اذا استقر الامر في قلوبهما وحدث الاجابه القبول واستقر الامر على الثمن فهذا السوم ينزل منزله البيع والنبي صلى الله عليه وسلم في الاصل نهى عن يبيع المرء على بيع اخيه ايضا حسب الماده وسد الذريعه وهذه كلها من بيوع الضرر وهذه والعلامه الفارقه بين بيوع الضرر والغرر بأن بيوع الضرر فيها يغلب حق الآدمي فلذلك كان فيها الخيار وبيوع الضرر لا يكون إلا لا يكون لا بحق الله لا في الغرر لا يكون لا بحق الله لذلك تبطل نعم إذا ركن الطرفان وهذا الصحيح هذا الصحيح قال والسوم على سوم أخيه
وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن، أي حصول التراضي بينهم، حصول التراضي بينهم. قال: والبيع على بيع أخيه قبل لزومه، أي هو في زمن الخيار والشرط، لأنه لا يستطيع أن يأتي يبيع على بيعه وقد افترق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم، طب لو افترق، لو افترق إذا البيع ما يحدث فيه، ها قد تم، ولا ولو آت 100 مرة يساومه فانتهى الأمر. فلذلك هو البيع المحرم هو ما استقر به الثمن وحدث البيع، لكنهما في زمن الخيار. جاء زيد وعمر فباع له السيارة 100,000، فجاء عبيد وقال: أنا أبيعك أفضل من هذه السيارة 80,000. فهذا جاء بيع على بيع أخيه، وهو لا يجوز البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه، وهذا يتصور في زمن الخيار، وهذا يتصور في زمن الخيار. هو قال قبل لزومه قال بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله، وهذا فيه أيضا ما فيه من المخادعة، وفيه ما فيه من إفساد ذات البين، وفيه ما فيه من الضرر البالغ على الجميع. مع السلامة. جزيت الجنة. طبعا كل ذلك كما قلنا من بيع الضرر، وبيع الضرر قل بأنها تتوقف على الإذن، فإن أذن صح ولم يأذن لا يصح، فإن أذن صح يبقى إذن العقد في ذاته صحيح، العقد في ذاته صحيح، صحيح ولا لا، وبطلانه للغير. فلذلك صح أن يستمر صحيحا أو أن يبطل، وهذا كله راجع لصاحب الحق. ولذلك تقول: إذا أذن البائع للبائع الآخر ارتفعت الحرمة. والخاطب أيضا كقول السلم: ولا يخطو على خطب أخيه إلا أن يأذن، إلا أن يأذن. في الوقت ويهمون كثيرا، فلذلك لما أريد موافقة من كل المساجد لا كل دول بيأكلوا زبادي. أنا لما بسمع الموافقة، لكن الآن أنا يقلقني جدا من قول مسألة الفجر، هل تتبع، هل حقا في وقت؟ تعرف أنا إيش اللي بيحدث معي اليوم؟ يعني سأموت على شربة ماء، وكنت ممكن أخذ بالحديث فلا يضع الإناء حتى وحديث أنا أعله. فلذلك لازم تروح بقاع بدن. نعم. فسألوا الدمين هل حقا قال العام صحيح ولا يكاد يشك في ذلك أحد ممن يسمع البديل بالله؟ القول قوله، يعني في فرق كم يختلف من الصفر للشتاء، سواء في الشتاء ممكن يصل 25 درجة. أقل شيء حاجة 12 درجة، 12 أقل شيء يصل 20. والله مصور ما يصح الورع في مكان لا يكون في الورع. أبو بكر كان يقول له: دحي نفسك عندنا فلا تعجل علينا سحورا. أنا بشرب وأعمل كل شيء بخلاف الأكل والشرب بعد الأذان. أنت بتفعل ذلك؟ كل شيء.
بعد ما شرحت انت مستحل هذا في غير الموضوع انت مستحل وستندم بعد ذلك هذا في غير الموضوع احبط الفرد شكرا جزيلا خلصنا الجزئيه دي ونصلي وان نص ساعه لا ربع ربع بالكثير بالكثير 10 دقائق كده ممكن 5 دقائق دلوقتي صبري يتكلم على ما يتمنى نعم حما صار كل فرق من دول شرقة قرابة 5 دقائق وأنا خصوصا المغرب الفجر فأنا أخذت مرسوم فقط نعم والله غريب جدا في المغرب زادوا في مشكلة الحسابات الفلكية للنادي بيحسبوا على الجمهور مش على السكور كله ف وأنا أنا صيود يبقى كده متقدم لا أنا بقى شيخ أنا صيود يعني كنت بكتب البحر كنت أرى ذلك عادي بالله شمس المغاربه وبيقول يعني نصها نزل وهم يقلدون في الشرق تعرف لو ما نزلت كلها لكن انت رايتها غربت صح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صعدنا جبل رايناها قال قم فاجدح لنا قم فاجدح لنا رايتها ما غربت شايف من هو تبعي هذا فقط أقيم به السنة نعم فقط قال ولا الشراء على الشراء والمعنى هنا الشراء على الشراء إذا استقر وحدث الركون وأيضا قبل اللزوم لأنه لو لزم لن يفيد مفهوم؟ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه وهذا نهي متفق عليه لقول صلى الله عليه وسلم لا يزد الرجل على بائع أخيه لا يزد الرجل على بيع أخي والقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض قال والنج هنا نقف عند الكلام على النج بيع النج هو يزيد في السلعة يغري بها الآخرين يبقى إذن نقف عندها لو في أسئلة تفضل الحمد لله هذه المجاهيل هذه باشمهندس شغال بالرسم والبرجل والدائرة سين واحد سين اثنين هم بوسو يقول إذا كان الشرط فاسد كأن يشترط ألا خسارة عليه هل يبطل العقد أم يسقط الشرط فقط؟ أنا في هذا أقول يبطل العقد وهذا الشرط شرط ربوي أنه يقول له أنا أشترك معك في التجارة على ألا خسارة هذا شرط ربوي يقول الآن والشرط الربوي يرجع على العقد بالبطلان نعم سنة 2 دخل الاسم ده حسون يقول لو امن الحربي مسلما واستخدمه على امواله فهل يجوز لهذا المسلم ان يسرق هذه الاموال او ياخذها قول لي تاني بقى قول لي عشان ده سؤال مفخخ نعيم يعني فاهم عنده صواريخ خفيه فبيعت بيها هات لو امن الحربي مسلما واستخدمه على امواله لو امن الحربي الحربي هو الذي أمن المسلم ماشي واستخدم الحربي استخدم هذا المسلم على أمواله فهل يجوز والأموال في يد من؟ المسلم في يد المسلم هل يجوز سرقاء؟ لا يجوز بحمل الأحوال فالعبي في المسلم خاص ذمة المسلم لا تغفر بحمل الأحوال لا يجوز بحمل الأحوال يقول هل يصح بيع عبد مسلم لكافر؟ أبدا لا يجوز بحمل الأحوال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا والله يا العراق كان الله في عون
الإخوة في العراق على الرافض الخبثاء أخبث أخبث أهل الأرض والله العظيم. ما أدري أنتم لكم بإذن الله أنا يعني لكم أجور، لا أقول أجران، أجور بأنكم يعني ترافقون أمثال هؤلاء. أعوذ بالله العظيم، هؤلاء يعني الشيطان يعظم لهم مكانتهم، أخص من الشيطان كده. في تصحيح كذب سين واحد سين اثنين سين أربعة، سين أربعة يبقى سقطت في سين ثلاثة في الطريق. يقول لو حصل غبن شديد شنيع للمشتري، هل لصديقي أن يبين له الغرر والغبن ويبيع على بيع الذي تسبب بالغبن؟ مش متصور. هو راح اشترى مثلا هاتف و... نعم، فجبن غبن شديد. يا صديق قل له هذا ظلمك وأنا عندي كذا، لا ليس له ذلك. يقول له هذا غبن إذا فرده، يقول هذا غبن هذا غرر إذا فرده، ولا يبيع على بيع. بعد الرد يبيع، يقول له أنا كان عندي لكن ما أستطيع لأن السلام هنا يعمل الدجلين، أعمال الدجلين لا يبيع حدوكم على بيع. أخي إذا أجر دار لشخص ثم باعها لنفس الشخص، هل العقد الأول باق ويعوض بالثاني أو ما حكم؟ يا ابني يا حبيبي أنت مش ليه ترى السؤال تفهمه عشان تصوره ممكن أو ترحمنا. أنا هو دلوقتي الحمد لله شيخ فضيلة الشيخ داود يقول متمسكون بشرع، هو هذا، وإلا لنزلت والله العظيم الحجارة على العراق بأسرها. يعني العراق نعم ها، لولا أن فيها أهل السنة الأفاضل أماجد أمثال وأمثال هؤلاء، لا والله لأمطرها الله حجارة بهؤلاء الفجر والكفرة. هو شخص بيملك مثلا المكان اللي احنا قاعدين فيه ده فأجره، وبعد كده بعد ما أجره باعه لنفس الشخص ملكوه، باعه للمستأجر تاني عشان ما خدش باله. مستأجر أجر مكان زيد، أجر لعمر زيد، أجر لعمر بيتا بيتا ماشي، وبعدين بعدها زيد راح ملكه هذا البيت. إيه اللي ملكه؟ بعدما أجره له ملكه، باعه عليه، باعه عليه يعني بيع شهر، يعني كان مستأجرا شهرا وجاء ثم أصبح مالك ده مستأجرا شهرا، فجاء فعرض عليه أن يشتريه فاشتراه، فهنا لابد نفصل بين العقدين. فعند الشراء سقط وانتهت عقد الإيجار عشان ما يدخل عقدين في عقد. إن كان بهذه الصورة صح ذلك ولا شيء. إذا تقول إنها قرأت إن في المسألة خلاف ولم تشأل لم تفهم شيء. الخلاف هنا أنه يدخل عقدين في عقد، يدخل عقدين في عقد، لكن هو يقول له نتوقف الآن فسخ عقد الإيجار وبعد ذلك يشتريه، لكن الحق بأنه عقد الإيجار عقد لازم، عقد الإيجار عقد لازم في هذا الباب، لكن يصح فيه الفسخ، يصح فيه الفسخ. فإن طلب الإقالة أو الفسخ ففسخ ثم عقد عقدا جديدا في البيع صح، وإلا لو دخل لو أدخل عقدا على الآخر يدخل في باب العقدين في عقد، ونحن نسمى العقدين في عقد.